في نهاية موسم الصيف نتطرق إلى أماكن المغامرات الداخلية في العالم للهروب من حرارة الشمس، ورحلتنا اليوم هي إلى عالم المغامرات IMG World في إمارة دبي، التي نجحت في إيجاد بنية تحتية ترفيهية تسمح بممارسة 4 مغامرات تحت سقف واحد. IMG World عالم من المغامرات تمتد مساحتها على 1.5 مليون قدم مربع، وتتسع لاستقبال ما يزيد عن 20,000 زائر يوميا، مما يجعلها أكبر وجهة ترفيهية داخلية في العالم. تزخر هذه المنطقة بألعاب مختلفة تدمج ما بين الإثارة والسرعة والرعب في آن واحد، وترعاها على متان تجاريتان من أبرز الجهات المعروفة عالميا في مجال الترفيه، هما كارتون نتورك ومارفل، وتشكل منطقة الوادي المفقود التي توجد فيها مغامرات وألعاب الديناصورات IMG بوليفارد النصف الآخر من عالم المغامرات. جانب الإثارة هنا يظهر وبشدة في العديد من المغامرات، حيث تزيد مجموعة مميزة من الأفعوانيات من وتيرة الحماس لدى الزائرين، بالإضافة إلى ألعاب ممتعة ووجهات ترفيهية مستوحاة من الشخصيات الكرتونية وأبطال مارفل الخارقين. ويحتضن المكان أيضا عددا من المرافق الترفيهية التي يتم تقديمها للمرة الأولى في العالم، تتمثل في 12 شاشة عرض سينمائية حديثة يتمتع بها محبو الأفلام السينمائية تحت سقف أكبر مبنى ألعاب في العالم.